مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا بكم معنا الى حلقه جديده من برنامجكم قضايا واراء. من بين اخر القوانين التنظيميه التي كانت تنتظر الخروج الى حيز الوجود تفعيلا لمقتضيات دستور 2011، القانون المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للامازيغيه وكيفيه ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياه العامه ذات الاولويه. والثاني هو القانون المتعلق بالمجلس الوطني للغات وثقافة المغربية. القانونان يتعلقان أو تمت المصادقة عليهما مؤخرا لتفتح صفحة جديدة ويتم تفعيل مبادئ الدستور الجديد في مجال اللغات الرسمية والثقافة الوطنية. نبدأ بتقرير حول أجواء جلسة المصادقة على القانونين في البرلمان. يندرج هذان القانونان التنظيميان في إطار مقتضيات الفصل الخامس من الدستور الذي ينص في فقرته الرابعة على أن هذا القانون تحدد بموجبه مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية. تمثيل القانونين هذا اليوم سيتم فتح المجال أمام قوانين أخرى، سيما ما يتعلق بقانون مشروع قانون الإطار المتعلق بالطبيعة والتكوين، وأيضا ما يتعلق بمشروع قانون بنك المغرب ومجموعة من النصوص التي لها ارتباط بمشروع قانون ديال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. اليوم في هذه الجلسة هذه نحن بصدد لحظة سياسية ودستورية قوية، لأننا كنعتبروا اليوم غادي نكملوا غيكون الاستكمال ديال الإطار القانوني ديال واحد الورش اللي فتحوا المغرب، الورش ديال رد الاعتبار للأمازيغية، رد الاعتبار لأحد مكونات الثقافة والهوية المغربية. هذا القانون جاء بالعديد من المقتضيات المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على مستوى القضاء، على مستوى التعليم، على مستوى الإعلام والاتصال وكل ما يتعلق بالحياة العامة. ونعتقد جميعا على أن التصويت بالإجماع على القانون التنظيمي الأمازيغية له دلالات فيما يتعلق بأن هذه الأمازيغية هي ملك مشترك لجميع المغاربة. جلسة الدراسة والتصويت تقدمت خلالها الفرق النيابية لا سيما تلك المنتمية للمعارضة بمقترحات للتعديل في بعض مواد القانونين سواء من حيث الشكل وصياغة المضمون. قانون سجلنا عليه عدة نواقص وشوائب، منها أولا قانون لا زال ينظر إلى اللغة العربية على اللغة الأمازيغية على أنها لغة ناقصة، بدليل أنه لم ينص على حرف تفيناغ، وكذلك لم يتعامل مع اللغة الأمازيغية كلغة ممعيرة تمت معيارتها من طرف الخبراء، وبذلت مؤسسة المعهد الملكي للأمازيغية بكافة فعالياتها مجهودا كبيرا. بخصوص تفعيل الطابع الرسمي تقدمنا بمقترح وجيه يتعلق بأنه المقصود باللغة الأمازيغية هي اللغة المفردة التي يعني جاء بها الفصل 5 من الدستور، وليس اللهجات أو التعبيرات أو التنوعات اللسانية كما جاء بها يعني المشروع القانون. وفي نفس الوقت نتمين يعني إدراج حرف تفيناغ بالمشروع في إطار يعني التحكيم الملكي السابق. بالمصادقة إذن على هذين القانونين التنظيميين وفي انتظار نشرهما في الجريدة الرسمية، تكون مقاربة تفعيل الأمازيغية والمجلس الوطني للغات قد انطلقت لتحقيق مضامينها وغاياتها الكبرى. إذن القضية تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والآراء آراء كل من السيدة والسادة عبد الله غازي نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني الأحرار، عضو المكتب السياسي، رئيس المجلس الإقليمي لتزنيت. مرحبا بك أزول. أزول تيمن سيوين سي عبد الرحمن ينبقيونن كي مدلي تمنيدنين البرنامج. برنامج سميتو قضايا وآراء، أظن أن هذه القضية قضية الأمازيغية قضية مركزية. تنهنيوك على التفاعل ديالك مباشرة بعد المصادقة من طرف مجلس النواب، وهنا بغيت نفتح قوس لا في التقديم ديالكم ولا في الروبورتاج يتم الحديث على المصادقة. حقيقة باقي الغرفة الثانية تكلم الروبورتاج على النشر في الجريدة الرسمية، في انتظار غدا كاين المناقشة العامة في مجلس المستشارين. نتمنى أن هذا القانون التنظيمي يعرف يعني يخرج المخرج الصحيح. نعم
في الأيام القليلة المقبلة. تنميرت. شكرا على المعارضة. نرحب لأول مرة معنا السيد أحمد زاهد، عضو في المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، باحث في التنوع اللغوي. مرحبا بك. مساء عبد الرحمن. تنميرت ينمقي لك نسيتي ما أنصيو دي انتبرات يميمان يمارا يني ضفارن تبادو التمزوارود. اليوم نتحدث طبعا عن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكذلك قانون المرتبط بالمجلس الوطني للغة والثقافة المغربية. وطبعا نعتبر بأنه حدث، لأنه بعد مدة طويلة وبعد هدر زمني كبير بفضل بعض المبادرات أصبحنا الآن بإمكانية مناقشة والتداول في هذا الموضوع، والذي عرف مرحلة من المصادقة في مجلس النواب. نتمنى طبعا أن يتم تجويده في مجلس المستشارين، ونتمنى أيضا أنه في مراحل أخرى أنه يعجل به لأنه أخر أكثر مما يجب. شكرا لك. مرحبا أيضا بالسيدة ليلى حكيم، نائبة برلمانية عن حزب الحركة الشعبية، عضو المجلس الوطني، فاعلة جمعوية، ونشيد بحزب الحركة لاختياره امرأة لتمثيله في هذا البرنامج. مساء الخير. إذا شكرا لكم. تقاضي كني وخلي استضافة، وتشكر كني لأنكم اخترتم موضوع الأمازيغية، موضوع الساعة ماشي نقا، أو كما نقول القوانين التنظيمية ديال الأمازيغية اللي اليوم هي مطروحة في مجلس المستشارين بعد أن صوتنا عليها بالإجماع، وأسطر على الإجماع في مجلس النواب. كيف كتعرفوا هذه القوانين؟ أكيد أنها قوانين تنظيمية ومكملة لمقتضيات الدستور، ولكنها قوانين ماشي عادية، ليست كباقي القوانين، لأنها أولا تعتبر عنوان من عناوين المصالحة التاريخية أو المصالحة التاريخية مع الذات، وكذلك خطوة كبيرة في مجال تدبير التنوع ببلادنا وصون الكرامة لمختلف والحقوق لمختلف مكونات الشعب المغربي. شكرا لك. نرحب أيضا لأول مرة معنا سيد الحسن مادي، عضو اللجنة المركزية لحزب استقلال، خبير في قضايا التربية والتعليم، ورئيس العصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية. شكرا سي عبد الرحمن. أزول في اللون اسمي دي استماتي من سوينن تسعديين. شكرا جزيلا على اختيارك لهذا الموضوع اللي هو في الحقيقة موضوع أساسي بالنسبة للمغاربة، ونتمنى تكون هذه الحلقة مفيدة كذلك بالنسبة للجميع بعد انتظار طويل. هناك انتظار طويل لنصل إلى هذه المحطة، ونعتبر بأنها في الحقيقة محطة تاريخية ونقطة انتقال نوعية في تاريخ المغربي الحديث. شكرا لك. إذا نبدأ معك أستاذ غازي، ربما الملاحظة الأساسية في التمهيدات هي أنه يعني تم تأخير، ماشي تأخير ولكن تأخر كثيرا وطال الانتظار، وكان هناك مخاض عسير. هل أين يمكن أو تكمن يعني أسباب هذا التأخير؟ نحن نتحدث عن دستور 2011، نحن الآن في منتصف 2019، ما هي أسباب هذا التأخير؟ سي عبد الرحمن، أعتقد أن الطبيعة ديال الموضوع ولا ديال القضية وكذلك الانتظارات اللي خلقها موضوع الأمازيغية وقضية الأمازيغية بعد الدسارة هي اللي خلات هذا الإحساس العام، الإحساس الجمعي الجماعي عند المغاربة قاطبة بأنه كان هناك هدرا للزمان في التعاطي مع هذا الموضوع منذ على الأقل 2011. إلا ما رجعناش قبل منه لمنتصف التسعينات، الخطوات الأولى في عهد الملك المغفور له الحسن الثاني تجاه الإعلام، في 2001 في العهد الجديد الاستهلال دياله بخطاب أجدير، 2003 الخطوات والمبادرات الهامة في التدريس. ولكن كانت المحطة ديال 2011 ديال الدسارة ديال الأمازيغية كلغة رسمية خلقت عند المغاربة كما قلت جميعا واحد الانفراج، واحد الانتظارية اللي خلاتهم كينتظروا أن هذا المقتضى ديال الدسارة تترجم في الحين، وكان ممكن وكان منتظر يكون هو أول مقتضى، أول قانون تنظيمي. كما تشار القانون التنظيمي هو في المرتبة الثانية بعد الدستور، والدستور كان شار الفترة الانتدابية الأولى باش يخرجوا فيها جميع القوانين التنظيمية، والترتيب ديال هذا القانون التنظيمي في الإحالة في الدستور أو في الإشارة اللي في الدستور جاء في المادة الخامسة هو الأول كقانون تنظيمي.
ولكن للاسف الاعتبارات ولا الاسباب اللي عرفها الجميع تم التاخر ديال هذا القانون اللي الى 2019 الاصدار ديالو ولا المناقشه ديالو تصوت عليه في الغرفه الاولى مجلس النواب، وبالتالي فهذه الانتظاريه وهذا الانتظار وهذا السقف العالي اللي كان عند المغاربه هو اللي خلى هذا الاحساس بان كان هناك تاخر. ثم كذلك كاين ان المقتضى الدستوري تنعتبروا انه هو اللي مهم، الدستارات تحققت بالدستور، الترسيم تحقق بالدستور، القانون التنظيمي كان فقط منتظر منه يجيب لتفصيل الخطوط العريضه ديال هذا التفعيل هذا ولا هذا التنزيل. حسينا بان احيانا كان هناك ارتباك، كان هناك شك، كانت ريبه ما عرفوش الناس علاش هذا التاخير، وبالتالي فاليوم الا كيحسوا الناس بهذا الانفراج فمن حقهم ان الفتره كلها كانت غير مفهومه. نعم، اذا سي زهيد يعني هذه المصادقه في مجلس النواب يعني هل تشفع لهذا التاخير ام انه يبقى انه يجب الوقوف عند الاسباب التي ادت الى هذا الهدر الزمني كما ذكرت؟ او انا اولا لابد ان نفهم قيمه هذا القانون. نعم، وبالتالي نطرح سؤال، هل يستحق هذا التأجيل؟ هل يستحق هذا الهدر الزمني؟ هل يستحق هذا التماطل إلى غير ذلك؟ نحن أمام قانون تنظيمي وليد مسار نضالي كبير جدا للحركة الأمازيغية اللي عندها أكثر نصف قرن من الزمن، اللي خلقت أجيال أساتذة باحثين إلى غير ذلك في مجال وبيانات وجمعيات إلى غير ذلك، وكانت قناعة لدى واحد النسيج جمعوي كبير جدا في أكثر من 200-300 جمعية الآن في المغرب اللي نشيطة فيها تنسيقية جهوية محلية جمعية وطنية إلى غير ذلك. مستوى ثاني من حيث الأستاذ غازي شار التراتبية ديالو من ناحية الدستور جاء في المادة الخامسة من الدستور، في حين أن حكومة الأغلبية ذهبت إلى وسط الدستور وبحثت عن قوانين أخرى التي تفيدها بما فيها قانون الوظائف السامية إلى غير ذلك، ونسيت هذا القانون رغم أهميته. مستوى ثالث، هذا القانون مرتبط بالتزاماتنا الدولية كمغرب في مزايا حماية التنوع الثقافي واللغوي، خصوصا بعد ما صادقنا على اتفاقية اليونسكو التي تلزمنا بالتزامات تجاه الأمازيغية إلى غير ذلك واتجاه التنوع الثقافي المغربي ككل. رابعا وهذا أهم، وأن هذا بأن هذا القانون ينسجم مع طبيعة المجتمع المغربي، هذه التربة التي يعيش فيها أمازيغ عرب يهود وفيه نوع من الغناء إلى غير ذلك، ولكن مع ذلك كانت فيه هذا التماطل. وأكثر من ذلك، هذا القانون ينسجم مع إرادة ملكية ثابتة ومتميزة منذ اعتلاء جلالة العرش، كان هناك اهتمام بالأمازيغية بحجة إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تدريس التعليم إلى غير ذلك. نقطة أخرى، أن هذا القانون له تراكمات قبلية، الآن يؤطر مجال القضاء، كانت مبادرات في مجال إدماج القضاء في والأمازيغية، كانت مبادرات في الإعلام انفرادية. نعم، مثلا الإعلام له رصيد تاريخي يعود إلى 1938، التعليم يعود إلى 2003 إلى غير ذلك، بمعنى أن العملية لا، وزائد أكثر من ذلك هذا الوطن لا خوف عليهم كما يقال، وهذا الهاجس الخوف وبالتالي يحتاج التريث، يحتاج التركيز، يحتاج الرصانة، يحتاج. نحن بلد عريق لنا امتداد كبير، لا نخاف على الوطن، بل أن فقط كانت هناك إرادة سياسية إيديولوجية بغرض وضع كما يقال العصا في عجلة المشي قدما لأجل تفعيل هذا القانون. نعم، إذا السيدة ليلى يعني هاتين الإرادتين التي تحدث عنهما السيد زهيد، يعني إرادة ملكية وبرزت منذ اعتلاء جلالته العرش، يعني كل المبادرات كانت تظهر أنه يعني في اتجاه تفعيل الأمازيغية. الموضوع الثاني دستارتها ووضعها في مستوى سامي داخل الدستور، وبين هذه الإرادة السياسية التي ربما ساهمت في تأخير أو على الأقل يعني عدم التعجيل بخروج هذا القانون التنظيمي. إذن قبل أن أجيبكم على السؤال يجب أن أستحضر أولا المحطة اللي مر عليها أو مرت عليها القضية الأمازيغية منذ
المحطة القبلية اللي تكلم عليها الأستاذ وهي النضالات ديال الحركة الأمازيغية، وهنا أتكلم عن النضالات ديال حزب الحركة الشعبية الذي كان في صلب الموضوع والذي طالب منذ التأسيس بترسيم الأمازيغية، والحال أن مجموعة ديال الأحزاب لم تطالب بالترسيم بل طالبت بالاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة وطنية. بعد ذلك في الخطابات الملكية، وهنا سأجيب عن السؤال، الخطب الملكية السامية، ماشي غير الخطاب واحد ولكن كانت هناك خطب ملكية سامية ومبادرات أعطت دفعة قوية للقضية الأمازيغية، وخاصة هنا نتكلم عن خطاب أجدير. بعد ذلك الدستور في 2011 اللي طالب بترسيم الأمازيغية. هنا حين نتكلم عن التأخير، أنا أقول أن من يتكلم عن التأخير، لأن التأخير كيكون نسبي، خصنا نعرفوا شكون كيتكلم على التأخير، لأن مجموعة ديال الناس اللي لم يكونوا في صلب الموضوع ولم يدافعوا على الأمازيغية والآن يتكلمون عن التأخير. إذن خروج هذه القوانين التنظيمية، لكن سؤال مشروعي يعني رغم لا سؤال، نحن كذلك لأن الأخ هضر على هضر الزمن السياسي، أنا أقول الأخطر وهو هضر زمن الإصلاح، لأن حين نتكلم عن الأمازيغية لا يمكن أن نتكلم عن الأمازيغية بوحدها. هنا زمن الإصلاح يقتضي أن نتكلم ماشي على الأمازيغية، على الأمازيغية وعلى الحسانية وعلى الدارجة وعلى اللغة العربية وعلى اللغات الأجنبية، لأن غادي نجيو في الجزء الثاني غنهضروا على المجلس غير باش نكمل الفكرة وصافي. أنا إحنا نحن في الفريق الحركي أكيد أننا من المدافعين الأوائل والتاريخ يشهد لنا بذلك، ولكن زمن الإصلاح يقتضي أن تكون الأمازيغية وباقي مكونات الشعب المغربي حاضرة في زمن الإصلاح، وهذا ما سيقوم به المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. إذن سيد حسن، يعني هذا المسار الطويل الذي أخذته يعني هذه القضية، يعني كيف يمكن تقييمه؟ ما هي يعني شوائب؟ وكيف يمكن، هل كان من الممكن يعني أن يتم تطرق أو معالجة هذا الأمر بطريقة مغايرة؟ نعم، كان من الممكن أن نتجاوز هذا الهدر ديال الزمن السياسي بالنسبة لبلادنا، لأنه ليس في حاجة إلى ذلك، نحن في حاجة إلى تفعيل أوراش ديال التنمية. ولكن ما حدث كان بالعكس، الأخ الغازي كانت الأسباب معروفة، أعتقد بأن المواطنين والمواطنات اللي كيشاهدونا الآن ما عارفين شنو هي الأسباب الحقيقية ديال التعطال وديال الهدر ديال اللي حدث بالنسبة في هذا القانون. هذا يجب بالأساس أن نشير إلى أن مكونات الأغلبية غير منسجمة في رؤاها فيما يخص هذا القانون، مما أدى إلى مجموعة من التطاحنات داخل قبة البرلمان وإلى تأجيلات متتالية. ولكن والحمد لله على كل وصلنا إلى هذه المحطة الأساسية التي نعيشها اليوم، وكما قلت في البداية هي محطة تاريخية، علينا كذلك أن لا نزايد في هذا الموضوع. فموضوع الترسيم هو إرادة ملكية سامية، وحزب الاستقلال منذ البداية انخرط في هذه الإرادة السياسية السامية، ويشهد على ذلك بيانات اللجنة التنفيذية وكذلك البيانات التي تصدر على المجلس الوطني وعن المؤتمرات ديال الحزب وعن مواقفه حتى داخل قبة البرلمان فيما يخص الفريق الاستقلالي داخل قبة البرلمان. وبالتالي إذن يجب أن نتجاوز ربما هذا الخطاب بأننا نحن أنتم هؤلاء إلى آخره. الذي يهمنا الآن هو المستقبل، كيف يمكن تفعيل على مستوى الواقع هذا المشروع، وبالتالي أن يعطي نتائجه، وأن نبتعد عن المزايدات وعن الخلفيات السياسية، ونعتبر بأننا على كل تم التوافق على هذه المحطة الأساسية في حياتنا. نعم سيد غازي، يعني نتوقفوا شويه عند السبب الحقيقي، يعني واي موقع اخذته هذه الخلافات السياسيه. احنا تلاحظوا اختلاف في اللهجه وفي المواقف بينك وبين الاحرار وبين الحركه الشعبيه، يعني نتوقفوا ربما ونتسائلوا علاش
بعد طول هذا التأخير علاش غير مؤخرا قامت هذه الموجة وأدت إلى أنه يتم إدراجه والمصادقة عليه؟ أنا تكلمت على التأخير قبل ما يدخل شرط التأخير قبل ما يدخل المسار والمساطير ديال داخل ردهات البرلمان قبل ما يدخل يجي للجنة. ولكن ملي جا للجنة خدات اللجنة الثقافة وقتها وناقش من مختلف الزوايا في صيف السنة الماضية تقريبا شهر يونيو من السنة الماضية من 2018 انتهت اللجنة من المناقشة التفصيلية ديالو وصلت للمرحلة ديال التعديلات والتصويت. في ديك المرحلة المهمة يتم التذكير بها بانوا بعض الخلافات بعد كان تمسك ببعض بعض الحوايج وبعض المواقف كاين اللي تيتكلم داخل الأغلبية. احنا اعتقدنا واعتبرنا هذا القانون من الأول ماشي ديال الأغلبية وديال المعارضة ديال موضوع اللي خاصو يكون فيه توافق اللي خاصو يكون ديال إجماع ماشي غير حزبي إجماع وطني. ولكن بالفعل داخل الأغلبية في اللجنة اللي شكلتها الأغلبية بانوا بعض المواضيع اللي على رأسها ديال الحرف اللي تما تنعرفوا النص اللي جا اللي تحال على البرلمان ما كانش حدد الحرف. نعم. في المادة الأولى اللي كتعرف الأمازيغية ما تحددش اش من حرف. وكان تذكروا أن في البداية ديال الألفية كان واحد النقاش على الحرف المعتمد الواجب اعتماده. كانوا مقترح تعديلات داخل الأغلبية ديال تنصيص صراحة على الحرف وبالضبط حرف تيفينا باش يتحسم باش ما نرجعوش بعد المصادقة لهذا النقاش. هذا خدا زمان غير يسير أن كان من الفرقاء اللي كان متمسك انه ما يتمش التنصيص عليه ما يتمش الحسم ديالو. هذا بوحدو داخل الاغلبيه واللجنه داخل الاغلبيه للصدفه كنا فيها انا والسيده النائبه عرفات خلال تقريبا واحد 8 ولا 9 ديال الاجتماعات اللي ما استطعناش نتقدموا فيهم جوج الحوايج ولا ثلاثة ولكن على رأسهم وأساسا هذا الحرف. أنا قويلة تكلمت على التأخر قبل ما يتحل ولكن هذا السنة هذه من صيف 2018 حتى المصادقة في الأسابيع القليلة الماضية كان هذا الموضوع كان هو اللي شكل حجر عثرة. هذا فيه إلا كنا نستخلصوا منه شي عبرة هو أن النهار اللي تقال بأن هذا موضوع كل المغاربة والأمازيغية شأن جميع المغاربة كان ممكن وكانوا فيه كاين تكلم الأخ على التحكيم الملكي بالنسبة للحرف كاين تكلموا عليه قبيلة في الروبورتاج. هذا الشيء كان ممكن يعفينا ونربحوا فيه شوية ديال الوقت وندوزوا وكاين التراكم ديال المعاهد نتكلموا عليه من بعد في المجلس الوطني واحد الحوايج اللي شي حوايج اللي اعتبرنا بأنها من الماضي ومن التراكمات خاصنا نرصدوها ونديروا الرصملة ديالها. للأسف خلال سنة رجعنا لها وتناقشوا فيها واش هذا تم استحضار شويه ديال الحكمه في الاخير وتم تجاوز هذا الخلاف. بقاو شي حوايج بسيط تنتمناو ان مجلس المستشارين يتداركها من هالامكانيات ووضع الامكانيات ان الترسيم عمليه اجرائيه عملياتيه خاصه امكانيات. هادو من بين الحوايج كذلك اللي كنا في فريق تجمع الدستوري حزب التجمع الوطني الاحرار دفعنا بانشاء واحد الاليه لتمويل الترسيم ما تمكناش ما هذا نتمناو ان في مجلس المستشارين. اذا السي زايد انتم في خلال كمعارضه في حزب الاسره والمعنى اولا بطل هذا التاخير غير حاضر معنا في البلاطو اللي هو حزب العداله والتنميه بكل وضوح. حزب الحركه الشعبيه بكل صدق مغلوب على امره داخل هذا مثال بسيط جدا. عندنا واحد الوثيقه مهمه من الحسنات ديال هذه العداله والتنميه انها دارت واحد الوثيقه سمتها المخطط التشريعي. اللي كدير في سقف زماني ديال فوقاش يخرج قانون تنظيمي فوقاش غنشتغلوا عليه فوقاش غنكملوه شنو هما الجهات اللي اذا وضعت الوزاره اللي فيها الحركه الشعبيه منها هي غتسهر على هذا المشروع. ولكن ومرت الايام انتزع من هذا المشروع. وانتم كتعرفوا بان خرج لينا بن كيران بواحد ايميل بسيط كيقول لك اودي اللي عنده شي مقترح في هذا الشيء ديال الامازيغيه اعطينا راه كنديروا القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي الامازيغيه.
في حين ما جاناش من وزارة الاتصال وما جاناش من وزارة الثقافة. إذن هذه نقطة. نقطة ثانية، نقاش حول الحرف نقاش فيه هذا الهدر اللي كنهضروا عليه بحجة أن بحجة أن حرف تيفينا، حرف تيفينا هو واحد تميز مغربي راقي جدا حققناه في شمال إفريقيا كله وفي دول الساحل وفي جميع الدول اللي فيها ناطقين بالأمازيغية، إلى درجة أن هذا حرف تيفينا الآن نحتفل به كعيد رسمي لإقرار تيفينا إلى غير ذلك. كانت فيه إرادة ملكية واضحة وبالتالي لا داعي أننا ندخل في مزايدات. ثانيا بأن أصبحنا مدرسة للجزائر، لليبيا، لمالي، للنيجر، لبوركينا فاسو، لجزر الكناري إلى غير ذلك، كمرجع إلى الآن ما يسمى بالتكنولوجيات الحديثة المعروفة كلها اعتمدت تيفينا اللي كان المغرب بفضلها إلى غير ذلك. ومع ذلك نأتي لنناقش أو واش غنديرو تيفينا ولا ما نديروهاش. إذن هذه نقطة. ثم نقطة أخرى من باب التاريخ من أباب الأمانة، كلنا نجمع بأن ذاك 10 يونيو اللي الآن احنا داخل الشهر ديالها اللي تم فيها المصادقة داخل مجلس النواب اعتبرنا حدث تاريخي بما فيها السيد الوزير، اعتبرنا حدث تاريخي ومهم كان فيه الفضل لحزب الأصالة والمعاصرة. علاش؟ بسبب بسيط، كانت حادثة معروفة ديال البنك المغرب حول النقود إلى غير ذلك، كانت فيه مبادرة ديال أن الحزب الوحيد اللي طلب أنه تكون العملة فيها حروف تيفينا، وقع فيه وقعت مشاكل الإخوان في الأحرار، وقعت أحزاب أخرى إلى غير ذلك، لدرجة أن مثلا الإخوان في الأحرار طالبوا أنهم يرجعوا القانون ويصادقوا لأنهم حسوا بالغلط. هذا طبعا هذا مزيان، فكرة رائعة مزيان، ما كاين حتى مشكل، ولكن موراها كما كيقولوا السحابة التي جرت الخير لفائدة الأمازيغية. موراها جاء القانون التنظيمي لدفع التبرع الرسمي للأمازيغية، جاء القانون الآن اللي مرتبط بالمجلس الوطني للغات إلى غير ذلك، وأصبحنا نسير في اتجاه أن المصادقة وأخذنا هذه المراحل، بمعنى أن هذا القانون. وبالمناسبة قرأت مقال رائع جدا للباحث في الأمازيغية الصافي ممن عليه، وجه فيه رسالة لمجلس المستشارين ينوه بهذا المبادرة، وهو طبعا من الفاعلين داخل الأمازيغية، يقول بأنه زعما مبادرة بسيطة ولكن أتت لنا بمبادرات أخرى. ولكن الآن نتحدث، لا نتحدث عن ثلاث سنوات فقط، ثلاث سنوات بعد طويلة جدا، ولكن نتحدث قبل قانون تنظيمي وضع في البرلمان في اليوم الأخير ما قبل اقتراع، معنى أنه ليس منطقي. ثانيا كان فيه التمديد على مستويات كثيرة جدا، ولكن الأساس فيه بأنه الآن القانون التنظيمي تتحكم فيه الحركة الشعبية باعتبارها هي الوصية على القطاع، ولكن للأسف هي كانت تحت ضغوطات حزب العدالة والتنمية وجزء منه حتى الإخوان في حزب الاستقلال. إذا ربما الأخت حكيمة تفصل هذا الموضوع أكثر بالدور ديالكم. سأحاول أنا غادي نبدأ باش بدأ السي أحمد زاهد حين قال أن حزب الحركة الشعبية هو مغلوب عن أمره. أنا أقول أن صحيح أن موازين القوى ما عطتش الأغلبية لحزب الحركة الشعبية داخل الأغلبية، ولكن العبرة في النوع وليس في الكم. بالأقلية اللي عندنا، والسيد النائب شاهد على ما أقوله، ناضلنا وتقاتلنا على الترصيد المكتسب الأول، المكتسب الأول وهو حرف تيفينا بأقليتنا، بأقليتنا عام ونص، وحنا كان دافعوا والحمد لله تمكننا من تمرير مجموعة أو من تجويد مجموعة ديال النقاط اللي ارتأينا أنها تصب في مصلحة الأمازيغية. بالنسبة للأكيد أن السي العرج هو وزير وصي على القطاع، ولكن هذا المشروع ليس مشروع قطاعي، هو مشروع حكومي، وهو مشروع يهم جميع القطاعات، لأنني أتخوف من اختزال الأمازيغية في البعد التشريعي. لا يمكن أن نختزل قضية ثقافة وهوية أمة في بعدها التشريعي، لأن ولكن هذا البعد التشريعي هو الأساس، لأنه هو اللي غيفتح هو الأساس. نحن بصدد دابا المصادقة الأخيرة بعد بعد التصويت عليه في مجلس مستشارين، ولكن لا يمكن أن نختزل القضية ديال الأمازيغية في البعد التشريعي، لأن الأمازيغية كمكون ثقافي من المفروض أن تكون رافعة مهمة أو رافعة مجتمعية
لبناء ولصياغة التوابيت الوطنية، لأن هنا الأمازيغية خصنا نعرفوا نشتغلوا باش تكون هاد الأمازيغية وهاد الهوية ديالنا اللي هي جزء لا يتجزأ من الثقافة المغربية تكون تعطي واحد الدفعة كبيرة لصياغة المشروع المجتمعي الذي نادى له صاحب الجلالة. إذن يجب أن لا نختزل القوانين التنظيمية في الأمازيغية فقط، لأن القانون التنظيمي الثاني 0416 هو يهم جميع المكونات الشعب المغربي، من بينها الحسانية، من بينها اللهجات الأخرى إلى غير ذلك. إذن هذه النقطة اللي أريد أن غادي نجيو له بعد نشوفوا سي حسن مهدي. إذن في نفس السياق، يعني هاد النقاط اللي كانت ربما السبب في التأخير، هل تبرر يعني هذا التأخير أم أن هناك عوامل أخرى؟ لا تبرر التأخير. أولا كنقول سيدي أحمد بأن حزب الاستقلال يتخذ قرارته بكل حرية وبوعي، والذي يستحضر هو مصلحة الوطن. إذن لا ينتظر من أي أحد أن جميع المغاربة أن يعطيه دروس. إذن فليست عليه أي ضغوط في اتخاذ القرارات، خاصة في المسائل الوطنية الحساسة مثل الأمازيغية. إذن إحنا باش غير نحيدوا هذه المسألة هذه. اعتقد بان اعتقد اسمح لي نكمل كذا كان يدافع عن وطنيه اللغه الامازيغيه وليس رسميتها، هذا ترسيم، وكان ضد حروف تفينا. صحيح. اسمح لي نخليه يوضح الفكره اكثر، خليه نوضح الامور ديالي. انا فيما يخص بالنسبه للتاخير والاسباب، ما خصنا شيء اننا نخليو المغاربه غلطين. اعتقد كما قلت بان هذا الموضوع وما حدث في مراحل ديال الترسيم ديال الأمازيغية يكشف بشكل واضح نوعية العلاقات المتواجدة داخل الأغلبية الحكومية، التطاحن، الصراعات، عدم الاهتمام بالقضايا الوطنية الحساسة الأساسية، البحث عن بعض المزايا السياسية البسيطة. إذن فهذه المسائل كلها هي التي أدت إلى تأخير التصويت على ترسيم الأمازيغية التي تعتبر أساسا بالنسبة لبلادنا، ولا يجب علينا أن نبحث عن بعض التبريرات أو أن نحاول تعويم هذا الموضوع في مسائل أخرى وأن نثير قوانين أخرى وبالتالي إلى آخره. إذن علينا إذن أن ننتقل أعتقد إلى محطة أخرى، وأعتقد ستكون أحسن. إذن بعد ما شاهدنا يعني آراء الحكومة وكذلك الأحزاب الممثلة في البرلمان، نتوقف الآن ضمن التقرير التالي لرصد مواقف الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من مشروع القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. ارتياح كبير وإجماع عبرت عنه الأحزاب السياسية الوطنية غير الممثلة بالبرلمان بعد المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 1626، والذي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، حيث اعتبرت هذه الأحزاب أن هذه الخطوة التاريخية تجسد الإطار الديمقراطي الصحيح لتدبير التنوع وإرساء قواعد صون الكرامة والحقوق لمختلف مكونات الشعب المغربي. تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية هي أولا تنزيل لمقتضيات الدستور ذات الصلة ولو بعد تأخير، ثانيا هي تكريس للتنوع الثقافي الذي يطبع بلدنا، ثالثا هي تحسين لما تحقق من تراكمات في مجال رد الاعتبار الأمازيغية من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. نحن بصدد محطة تاريخية مهمة تتجسد في المصادقة على القانون التنظيمي للأمازيغية الذي يدخل في إطار تفعيل طابع رسمي للأمازيغية الذي انطلق مع الخطاب الملكي السامي بأجدير، مرورا بالدستور 2011 وانتهاء بالمصادقة على هذا القانون. كما أكدت هذه الأحزاب السياسية أن المصادقة على القانون التنظيمي هو تنزيل لدسترة الأمازيغية وبناء تعاقد مجتمعي يضمن إقرار للحق الدستوري وبالتالي النهوض بالأمازيغية باعتبارها ملكا لكل المغاربة بدون استثناء.
الطلبه تيعتبروا ان اللغه الامازيغيه لغه الجميع ولغه البلاد واللغه الرسميه بمقتضى الدستور وبمقتضى قبولهم وتصويتهم. الان الجميع يجب ان ينخرط بحسن نيه وبرغبه وبوطنيه في تطبيق هذا القانون. هذا قانون مجتمعي، كاين المجتمع المغربي اللي هو متعدد واللي الدستور اكد التعدد واكد ان اللغه الامازيغيه هي لغه رسميه للبلاد. نعتبروا هذه بدايه وان هذا القانون ضروري في اعتقادي في اطار يمكن في المستقبل ضروري خصو مراجعته، اولا لتعميم اللغه في مجموعه ديال المجالات، وثانيا اللي كتهم الحياه ديال المواطنين. جاء الدستور ديال 2011 اللي صدق عليه المغاربه تقريبا 95%، واللي شار فيه ان اللغه العربيه هي اللغه الاولى والامازيغيه هي لغه رسميه. هذا غناء للمغرب، هذا لغوي غني يعطي غناء للمغرب. الامازيغيه كذلك هي اصلنا، هي ديالنا اللي خصنا نحافظوا عليها. ويتضمن القانون التنظيمي 35 مادة مبوبة في 10 محاور، أهمها إدماج الأمازيغية في مجالات التعليم، التشريع، العمل البرلماني، الإعلام، الاتصال، والإبداع الثقافي والفني، والإدارات والمرافق العمومية، وكذا القضاء. إذن بعدما تحدثنا على التأخير وأسبابه، الآن ربما ندخلوا ماشي في صلب الموضوع، لأن حتى التأخير داخل في صلب الموضوع لأن تيفسر ما سيأتي، وهو السؤال يعني العريض، أشنو غيتغير بعد هذا القانون التنظيم؟ أعتقد أن كما سبق شرط أن الترسيم هو اللي كان هو الحدث الأبرز، الترسيم. نعم. في الدستور. دابا القانون التنظيمي تم الانتظار ديالو، تم الانتظار باش يصدر، باش نكتشفوا، باش المغاربه يشوفوا الاجراء ديال هذا. نعم. الرسميه. كاين تعليم القضاء، المجالات كاملين اللي جاوا في القانون كانوا فيهم مبادرات اللي ما كانوش يحتاجوا الدساره، وكانوا مورا الدساره ما يحتاجوش القانون التنظيمي اليوم الجديد. انا ظنيت اللي كل قاعده قانونيه والناس القانونيين تيعرفوا هذه، ان القاعده القانونيه من السمات ديالها هي الالزاميه. المقتضيات القانونية ديال القانون التنظيمي ننتظر منها الآن أننا نشوف الطابع الإلزامي ديالها. ملي تنتكلموا على ما جاء به القانون التنظيمي في التعليم ديال إدماج الأمازيغية في التعليم، خاصنا نشوفوها بالطابع ديالها الإلزامي. في الإعلام، في القضاء، في الحياة العامة، في المرافق العمومية، جميع هذه المجالات بغينا دابا تنتظروا، وخاصنا ننتظروا، وخاصنا نشوفوا التنزيل ديالها بهاد الخلفية هذه، بهاد التمثل هذا ديال الإلزامية. وبالتالي فإلى ما إلى وهذه من الحوايج، من التعديلات، من التجويدات اللي جينا بها في القانون التنظيمي، أن القاعدة يكون عندها الطابع ديال كذلك المقتضى ديال الشمولية، أن البلاد ديالنا كلها، ماشي فقط في المناطق الناطقة، ماشي فقط في منطقة دون أخرى، ماشي في قطاع دون آخر، تكون الشمولية ديال التنزيل ديالو نشوفوها على الأقل، وهذا المستوى الثالث، على الأقل بالمساواة مع توأمها اللغة العربية. وفي واحد من المتدخلين في الأحزاب الغير الممتلة. نعم. في البرلمان شار لغة أولى لغة ثانية، هذا. نعم. هذا غير وارد، ما كاينش، غير مقبول، ما كاينش في المادة الخامسة، باللغات بجوج رسمية بنفس المستوى. وبالتالي الإلزامية، الشمولية، والمساواة مع شقيقتها بدون تنافر وبدون تضاد ولا تقابل. هاد ثلاثة ديال المبادئ تنتظروا نشوفوهم بعد صدور ديال القانون التنظيمي في الجريده الرسميه. طبعا من باب الواقعيه المشرع في القانون جاب واحد المقتضى ديال التدرج. نعم. كاين تراكم، كاين اللي كاين كيتكلم على الاستحاله، كاين هذا المقتضى. القانون جاب المبدا ديال التدرج، بالفعل كاين الاستحضار ديالو وعليه اجماع من جميع تام عند الحركه الامازيغيه في 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 جلها، ما كانش ضد المبدا ديال التدرج. وبالتالي انا تنشير وتنسطر على ثلاثه ديال المعالم وثلاثه ديال الاعتبارات: الالزاميه، التعميم والشموليه،
والمساواة بينها وبين اللغة الثانية اللغة العربية اللي هي كذلك لغة رسمية. نعم. انتما سي زاهد في حزب الأصالة والمعاصرة شنو يعني ما أهم تغيير يحمله يعني هذا القانون؟ هو للجواب على هذا السؤال سي عبد الرحمن، هو أولا هو هل هذا القانون استجاب لمقترحات الحزب الذي أنتمي إليه؟ بالتالي حتى أكون منسجما مع انتماء الحزبي، حتى أكون منسجما مع قناعة النضالية داخل الحركة الأمازيغية لمدة طويلة جدا، هو واش هذا القانون استجب لهذا الشيء ولا ما استجبش؟ الحزب الأصالة والمعاصرة قدم حوالي 38 مقترح مقارنة مع الأغلبية اللي قدمت فقط 22. كنرجع للقانون ما كنلقاش هذيك هذاك المقترحات في شموليته في كلهم ولا بعد جزئيا بالارقام. انا واحد كان على مستوى المفاهيم تعماله الى غير ما كلمات فقط، ما في العمق ما كانش من قبيل. مثلا نعطي مثال، مثلا في القضاء داروا بند واحد في حين ان الحزب قدم 5 مقترحات بما فيها امور مهمه جدا. كان واحد الموضوع الأستاذ كان يكون غارفو سي غازي، هو مثلا العرف الأمازيغي. العرف طلبنا احنا أن يضاف بند يرتبط بالعرف الأمازيغي الذي ينسجم مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان. لغادك أن عرف جميل جدا معروف أستاذ غازي عفوه، هو تمزلت باغ اكزومبل اللي فيه نوع من المساواة، فيه بعض الإنصاف، فيه واحد الحقوق بالنسبة للمرأة إلى غير ذلك. هذا القانون هذا يجب أن يكون في مشروع القانون، ولكن هذا ما لم يتم. مثلا نقطة أخرى للأسف طالبنا فيها في أكثر من مرة في القضاء، التقاضي لمن أراد ليست في إلزامية اللي كتحدث عليها أستاذ غازي. لمن أراد معنى أن في حين أنه يجب التقاضي بالأمازيغية وليس من أراد وليس اختياريا في القانون. ما زالت كلمة لمن أراد كاينة واردة تما، في حين أنه لا جمعية ثقافية أمازيغية ولا كذا دائما بناء على طلبهم. هو أن أولا حتى تكون بناء على طلبهم يجب أن تشرح لهم كيف تكون بناء على طلبهم، ما هي المساطير، هل هي واردة أم إلى غير ذلك. في حين أنا في العالم القروي إلى غير ذلك هذا المعرفة وهذا الحق يجهلونه. ثم ثانيا انه في الى لاحظتوا مباشره من المصادقه خرجت مجموعه ديال البيانات، مجموعه كانت ندت كتقول بان القانون ليس في مستوى طموحات الحركه الثقافيه الامازيغيه، وطبعا ليس في مستوى طموحات الحزب الذي انتمي اليه باعتبار انه قدم 38 مقترح ولكن لم تؤخذ بين الاعتبار الا جمل وعبارات الى غير ذلك. إذا في نفس السياق يعني في نفس السياق هل كان في مستوى تطوعات؟ إذا كان إلى لا شنو فين؟ إذا احنا في الفريق الحركي أكيد أننا نتفق أن القانون فيه مجموعة من النواقص، ولكن هذا القانون هذا كيف كتعرفوا فيه 35 مادة و10 ديال الأبواب. إذا 8 ديال الأبواب كل باب كتحدد المراحل ديال التفعيل في واحد المجال، مثلا نهضر على التقاضي وهضر على لمن يطلب. إذا إلا كان شي واحد مثلا كيهضر الأمازيغية ومشى المحكمة وبغى الوثائق ديالو بالأمازيغية راه غادي يعطيوها له بالأمازيغية، وإلا كان كيهضر العربية يقدر حتى هو. إذا هذا كيبقى اختياري، أنا لا أرى زعما أنه فيه مشكل. بالعكس كاين مجموعة تاع المواد اللي احنا في الحركة الشعبية وفي الفريق الحركي وكذلك مجموعة ديال الإخوان اللي ما متفقينش، كاين واحد المادة اللي كتهضر على لجنة ديال التتبع والتقييم. هنا نتمنى أن زعما يتدارك هذا الخطأ في مجلس المستشارين. لا يعقل أن تكون لجنة وزارية هي التي يعود لها التقييم والتتبع. إذن يجب أن تكون لجنة مستقلة، ونحن كنا اقترحنا أن يكون المجلس الوطني للغات هو اللي يقوم بهذه المهمة بالإضافة لمجموعة من النواقص. ولكن خروج نحن نثمن خروج هذا القانون هذا، لأن هذا القانون هو اللي غادي يكون الناظم والمؤطر لإدماج الأمازيغية في الحياة العامة، لأن كاين مجموعة ديال الناس اللي كيعيشوا في المناطق الجبلية وكتعرف في الريف كاين الناس اللي ما كيهضروش مثلا العربية
او ما كيفهموش العربيه، اذا هاد الناس هادو من حقهم يتواصلوا باللغه الامازيغيه، من حقهم الى مشاو للقضاء يفهموا شنو كيوقع. اذا كاين مجموعه ديال، ولكن ما كاينش هنا بعض التناقض، تتقولي لا ما خصوش يكون اختياري، وفي نفس الوقت تقولي كاين بعض المناطق يعني لا انه اختياري. مثلا انا كنهضر العربيه وما كنهضرش الامازيغيه، وبغيت الوثائق ديالي ناخذهم بالعربيه، اذا من حقي ناخذهم بالعربيه، ماشي ضروري ناخذهم بالعربيه والامازيغيه. اذا كيبقى اختياري، اذا كنت اتكلم الامازيغيه واريد ان زعما تعطوا لي الوثائق بالامازيغيه ناخذهم، اذا كيبقى اختياري اللي غادي يمشي يدير الطلب. انا لا ارى زعما شي مشكل كبير، بالعكس هاد النقطه ديال اللجنه ديال التتبع والتقييم هذا مشكل، لان ما يمكنش واحد اللجنه وزاريه هي اللي غادي تحط السياسه العموميه وهي اللي غادي تراقب السياسه العموميه، والحال ان الدستور واضح في هذا المجال التقييم والتتبع للمؤسسه التشريعيه او للجان او مؤسسات مستقله. اذا هذه النقطه مهمه اللي نتمنى ان تتدارك في مجلس المستشارين. اللي بغيت نقول وهو انه بالنسبه للغلاف الزمني، نحن كذلك في الفريق الحركي ارتأينا أن الغلاف الزمني مبالغ فيه، ولكن إلى بدينا في مثلا التعميم في التعليم الأساسي كنلقاو 5 سنين، أو الابتدائي كنلقاو مثلا كتعطى مدة زمنية لا ما كدوزش أكثر من 5 سنين، إذا هنا معقول. بالنسبة لعشر سنين و 15 عام ارتأينا أنها مدة زمنية زعما كبيرة، نتمنى تدارك الغلاف الزمني في مجلس المستشارين. التعميم يجب أن يكون التعميم على جميع المستويات حتى في التعليم العالي. كذلك واحد النقطة اللي هي مهمة وهو إنصاف الأمازيغية، يجب إنصاف الأمازيغية لتكون لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، ويجب على الدولة أن تتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها إنصاف الأمازيغية والنهوض بها كثقافة وهوية. نعم. إذا سي مدين، أنتم في حزب الاستقلال، يعني ما هو بالنسبة لكم أهم، يعني ما جاء به القانون التنظيمي، وشنا هي لكن شي نواقص، شنا هي أبرزها؟ المهم حنا بالنسبة لنا في حزب الاستقلال كنشوفوا أولا الأهداف النبيلة ديال المشروع. نعم. من الأهداف النبيلة ديال هذا المشروع هذا اللي تمت المصادقة عليه بالإجماع، رغم أنه كذلك لا يتضمن جميع ما نريده، ولكن كنقولوا بان ما يمكنناش نوقفوا في هذه المحطه، محطات اخرى ربما يمكن ان تكون مناسبه لادخال مجموعه من التغييرات التي يمكن ادخالها في وقتها. قلت هناك اهداف نبيله للمشروع، من بين هذه الاهداف هو اولا دعم قيم التماسك والتضامن الاجتماعي، أنه كيساعد أن الأمازيغ في بلادنا سيشعرون بأن هناك لغة رسمية يمكن أن يتداولوا بها، ويمكن كذلك أن يقضوا بها مجموعة من الحاجات الأساسية بالنسبة لهم. أن هناك تتمين الموروث الثقافي الأمازيغي، هذا الموروث الثقافي الأمازيغي، الحضارة الأمازيغية التي همشت وضعت على الهامش منذ مدة طويلة، وبالتالي فهذا القانون الجديد أعطاها إذن قيمة أساسية، ويسمح لها إذن بالبروز، وأن تكون إذن من بين المكونات الدافعة للإنسان في جميع المغرب، لأن حينما نقول الأمازيغية نقول جميع المغاربة، لكي يشعروا فعلا بأن هويتهم متكاملة. الهوية المغربية صحيح بأن هناك مكونات كثيرة فيها، ولكن من بين هذه المكونات الأساسية هو الأمازيغية، الحضارة والثقافة الأمازيغية. إذن فبالنسبة لنا إذن فهي فرصة، ولكن يبقى دائما التنزيل، مشكل التنزيل ومشكل الوقت الذي أعطي لتنزيل هذا المشروع إلى الواقع ليكون فعلا موجودا. احنا عندنا مازال واحد شويه ديال الشكوك في ذلك، لأن ذلك يتطلب أولا إمكانيات بشرية هائلة مكونة في الموضوع، ثم كذلك إمكانات مادية هائلة. أتساءل
الحكومة وتساءل الأغلبية، إذن هل هذه الإمكانات كلها الآن موجودة لتفعيل هذا المشروع الوطني المغربي؟ نعم. هذا ربما يقودنا مع السي غازي باش نرجعوا لك المبادئ الثلاثه اللي قلتي اللي خصها تحدد التفعيل ديال هذا القانون: الالزاميه، الشموليه، المساواه مع اللغه العربيه. كاين واش ما تتشوش بانه الى يعني كانت اجباريه الالتزام بهذه المبادئ الثلاثه غادي ياثر على التفعيل ديال هذا المشروع، يعني الاجراء، خصوصا انك تحدثتي انه كاين مبدا التدريج او التدرج، يعني انه المساله تتطلب وقت طويل. انا بالعكس سي عبد الرحمن اعتقد ان هادو هما اللي غيضمنوا التحقيق ديال التفعيل الفعلي، التفعيل او التنزيل الفعلي. الامتحان الحقيقي هو ديال التفعيل. حنا غادي نكونوا بصدد ملي يصدر القانون التنظيمي في الجريده الرسميه، غنكونوا بصدد الشروع في الامتحان الحقيقي. المسطره ديال التشريع وديال التجويد ديالو مرحلة دزنا فيها بما لها وما عليها، كانوا فيها تباين ديال المواقف، كانوا فيها توافقات، في الاخر في الغرفة الأولى على الأقل هو داز بالإجماع. الامتحان الحقيقي في التنفيذ، علاش نقول في التنفيذ؟ أن أولا غادي يبان عند الفاعلين كاملين، عند الحكومة وعند جميع الفاعلين، أن هذه قضية مجتمعية، مشروع مجتمعي، غيبانوا النوايا وغيبانوا الإيرادات بصيغة الجمع. هذا السقف اللي سنتكلموا عليه في التدرج، الصواب هو نتمثلوه، يتم التمثل ديالو كسقف وليس كما فعلنا بالنسبة للإدراج ديالو في المسطرة التشريعية حتى آخر ليلة عاد ندوزو للتنفيذ. أنا من الحزب اللي كان مثلو حزب التجمع الوطني الأحرار في آخر اجتماع ديال المكتب السياسي ديالو في هادي اسبوعين، شرنا لواحد المساله، قلنا ان شرنا هذا الامتحان ديال التنفيذ، قلنا بان المواقع فيه كاينين، التنفيذيه، التداوليه، المواقع الترابيه، المجاليه، غادي نكونوا اول الممتحنين في هذا التفعيل. القانون التنظيمي تيعطي لجميع الادارات والمؤسسات الاجل ديال 6 شهور بعدا وهي الاولى من الصدور ديالو انه يصدر مخططات تنفيذيه، دي بلون داكسيون، كيفاش بغى ينزل. هنا من ذاك النهار غادي يبانوا الارادات الواقعيه، الامتحان ديال التفعيل، التمثل ديال السقف اللي غادي الدوله ولا الحكومه ولا القطاعات اللي غادي تمثلوا 5 سنين، ان نبقاو حتى نديروها في الاجل ديال 5 سنين، لا، من ذاك النهار الحاجه اللي ممكن نديروها في الشهر الاول نديروها في الشهر الاول. الدليل على هذا ان واحد العدد ديال المقتضيات، واحد العدد ديال الاحكام اللي كاينه دابا في القانون داروهم الناس قبل الدساره مجاليا. أعطيكم مثال في القضيه ديال الفضاءات العموميه، استعمال اللغه الامازيغيه وتفينا في الفضاءات العموميه. كنت رئيس جامعة وكنت في واحد المجال جغرافي في منطقة تفراوت، قبل الدسارة في الفترة ديال 2006 و2007 جميع الدواوير درنا فيهم التشوير باللغة الأمازيغية وما كانش إلزامية وما كانش كيمنعنا. القضية ديال تعميم ديال تعلم، حنا في هاد غشت غادي تكون الدورة 14 ديال أولمبياد تيفيناغ اللي شفتي تنظموه في مهرجان تيفاوين اللي كنتي فيها السي عبد الرحمن، اللي في أولمبياد لا ديكتي ونتيفيناغ اللي تيجيو ليها دابا ماشي غير المغاربة، تيجيو من القبائل ويجيو من تونس. وبالتالي هاد المبادرات ننتظر ان التمثل ديالها ما تكونش بشي منطق الا بديال السقف، ان عندنا واحد السقف اللي نورمالمون من دابا 5 سنين ولا من دابا 10 سنين لبعض الاجراءات، من دابا 15 عام نكونوا انتهينا في التعليم. عندنا تقدم ملحوظ من 2003 للاسف حتى 2012 بدا شويه ديال التراجعات، هذاك على الاقل خصنا نرصدوه وننطلقوا لما بعده. نعم. ماشي نرجعوا ثاني نبداو في الصفر. وبالتالي في كلمة واحدة أقول أننا غادي نكونوا بصدد الامتحان ديال التفعيل. التشريع دابا سراسكيلي، نتمناو أنه يزيد تجود، نتمناو القوانين الخاصة أو القوانين العادية اللي غادا تجي من بعدنا، هذا قانون تنظيمي، يزيدوا يدققوا يعطيونا مقروئية ورؤية أكثر وضوحا في واحد العدد ديال القطاعات. الحكومة والسلطة التشريعية
مدعوه دابا باش تزيد دقق في قوانين عاديه في التنظيم في الجامعات الترابيه. كاين واحد العدد ديال المواضيع اللي ما يحتاجوش دابا عند الجامعات الترابيه اللي ممكن تفعلها في 24 ساعه. كاينين الحوايج اللي ماشي ديال حتى الامكانيات. كاينين لي زونساني دابا اللي ما يحتمشيش هذا. كاين واحد العدد ديال الامور اللي غادا تكون نعم. امام الامتحان اذا السيد يعني في نظرك الاجراء خصوصا ربما نركزوا على قطاع التعليم لان هو اللي فيه ربما تيتركز عليه الاهتمام لان مشوار بدا لكن الان بعد خروج المشروع التنظيمي القانون التنظيمي وتنسيسه على قطاع التعليم. قبل ذلك لابد ان نشير الى نقطه مهمه جدا. تفضل. هي هذه المساله ديال نموذج باكز وملتزنيت الى غير الان في هذه اللحظه اللي احنا جالسين هنا كنسمعوا بان الان في التماره مثلا وقع لها واحد التغيير في مجال تشوير الشوارع كلها باسماء ليس لها ارتباط بالوطن ليس لها ارتباط بالمغرب وتغيير اسماء مكتوبه بالعربيه والفرنسيه. الرباط لاحظنا الان اسماء تكتب اكادير اكادير نفس الشيء في هذه الاسابيع الى غير ذلك في وقت اللي احنا كنهضروا فيه بان احنا مقبلين على تفعيل الطابعه الرسميه الامازيغيه وفيها جزء كبير اللي مرتبط بالفضاءات العموميه الى غير ذلك. معنى انه احنا عندنا واحد المبدا دستوري رائع جدا وراقي ومغربي هو ان الامازيغيه مسؤوليه الجميع. وبالتالي القناعة اللي خص تكون عند السي الغازي هي القناعة اللي خص تكون عند العثماني هي اللي القناعة اللي غتكون عند حكيم مشمش القناعة اللي غتكون عند فلان القناعة اللي غتكون عند بالتالي خص يكون عندنا هذه القناعة مشتركة كلنا ماشي نخدموا ان هنا انا كاين هنا عندي هذا الارتباط بالموضة غندير هنا. هذه قضية هذه سياسة عمومية تهم الوطن كله في حين ان فيه هذه التراوحات بين قناعات بين شخص وشخص. أكادير مؤخرا ضجة بين شوارع كتبهم كلهم ناضوا ناس كيقولوا ودي هادشي ماشي معقول وصلوا كاع المسائل المحاكم الى غير ذلك واجراءات وعرائض الى غير ذلك. هذه نقطة أخرى. ثانيا حنا كنهضروا وهذا من أمور اللي بالمناسبة أستاذة ليلى كتشير واحد النقطة بحقيقة فيها شوية ديال الغرابة. هذه الفكرة اللي قالت ديال الهيئة هيئة مستقلة اللي غتشرف على كذا. هذه الهيئة المجربة هي فكرة اللي كاين هي مقترح قدموا الناس ديال الأحرار قدمته الحركة الشعبية قدمته الأسرة والمعاصرة في حين أن في القانون ما فيش هذه الهيئة هذه لجنة حكومية فيه لجنة وزارية معنى أنه إذا كاين شوية ديال كان شوية الخلل في هذا الشيء معنى أن خصنا نعرفوا من هو ضد إلى غير ذلك التأخير رغم لسيئاته ولكن فرض لنا من شكون الجدي شكون المراوغ شكون المنافق شكون اللي مع شكون الى غيره. هذه من الامور اللي ربحناهم في هاد التسع سنين ديال التاخير. نرجعوا للموضوع ديال التعليم. اولا بعد من المقترحات اللي هضرنا عليهم احنا في هذاك المقطع ديال التعديلات هضرنا على مصطلح مهم جدا هو سميناه العداله اللغويه ما بين العربيه وبين الأمازيغ. هو اللي قال سماه سي غازي مساواة تمام العدل اللغوي احنا هضرنا عليه بالضبط سيرتو في القضاء في التقاضي الى غير ذلك باش يكون مثلا المتقاضي مثلا في الناظور خص اللي غيهضر معاه يكون قاضي يكون بالامازيغي وبالتالي تكون فيه نوع وهذا المصطلح ديال العداله اللغويه مصطلح اللي جديد من الناس اللي اسسوا ليه في المغرب هو حزب الاسر والمعاصر الناس احنا نتحدث عن عداله اجتماعيه عن عداله مجاليه عن عداله لغويه الى غير ذلك. هذا مهم جدا بعد ما كنا نبغيو نهضروا على غير العداله والتنميه فقط هذا للاسف ما تحققش. نعود الى التعليم. التعليم في زمن الاقرار الدستوري بالامازيغيه يتم تجريد استاذ الامازيغيه تلقى تكوينا بالمعهد الملكي للثقافه الامازيغيه بالامازيغيه وموجه لتعليم الامازيغيه ولكن يؤخذ ليطلب منه ان يدرس العربيه. وبالتالي هنا نطرح سؤال مدى جديه التفاعل مع موضوع الامازيغيه. الارقام للاسف انا لا اجيد لغه الارقام ولكن تشير بان هناك تراجع مقارنه مع ما كان والذي اصبح. مساله اخرى أنا اشتغلت في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في فترة من الفترات. كان يملك رؤية واستراتيجية اللي الآن تناقش في هذا المشروع. هو ما يسمى بتعميم اللغة الأمازيغية. على أساس كان الرهان هو 10 سنوات. ولكن الآن نحن الآن في 2019 ما زال نحدد سقفا زمنيا من هنا 15 سنة إلى ذلك. إذا إلى كانت الحكومة والآن الكلام موجه إلى الأغلبية وإن كان عمرها ما غيطولش بزاف لأن قريب انتخابات هي أنه إدراج الأمازيغية في منظومة التكوين القضاء مثلا
مثلا صدعونا راسنا مؤخرا كيقولوا بانها راه تم ادراج الامازيغيه في المعاهد والمؤسسات الى غير ذلك، راه غندرسوا الامازيغيه هنا. حنا ما درسش الامازيغيه ولكن درج الامازيغيه في المعهد العالي للقضاء كدبلوم في مجال الاعلام. وانت كتعرف هادشي اكثر مني، ان يخرج صحفي بتقنيات وبدبلوم انه صحفي بالامازيغيه ويدير اخبار بالامازيغيه ويعرف تقنيات التصوير بالامازيغيه. دير لي في المعهد اللي كيتسمى لي سماك دبلوم بالامازيغيه، وانه الطالب يخرج انه يخرج مخرج موجه هنا غنديروا الجوده، هنا غنديروا الى المعهد العالي للقضاء. ما تقول لي اودي هنا من خمس سنين غنديروا ونفعلوا. دير لي يا سيدي المعهد العالي للقضاء ماده تدرس في القضاء بالامازيغيه، وبالتالي نخرجوا اطر في هذا التوجه. اما المساله ديال هاد فيه نوع من التراوغ، وفيه طبعا كما دائما القناعه لان هاد دابا فيه شويه قلت بان الزمن اثبت بان هناك مخطط فيه هدر زمني قدر الامكان، وان هذا هو التوجه الغالب. في السياق ونبقاو مركزوا على التعليم، لان انت اللي ربما اللي قلتي بانه القانون التنظيمي ديال الامازيغيه عنده علاقه بقوانين اخرى، خصوصا القانون الاطار ربما مرتبطين بصفه كثيره. اذا هذا الترابط كيف سيتم اجراء هذا المشروع في قانون في مجال التعليم؟ اذا قبل ما نجاوبك الاخوان هضروا على التنزيل. نعم. والنجاعه ديال التنزيل. نحن لنا قناعه ان التنزيل ديال القوانين التنظيميه ديال الامازيغيه ما يمكن ليهاش تكون زعما صحيه الا ما كانش التمويل، إلا ما كانش تأهيل العنصر البشري وخاصة في مجال التعليم، وإلا ما كانش الملائمة مع القوانين المعمول بها. ونرجعوا هنا يا غير التقاضي. إذا مثلا في القضاء إلا بغينا ندمجوا الأمازيغية في القضاء يجب تكوين الناس ديال القضاء، ويجب الملائمة ديال مثلا القانون اللي كينظم المهنه ديال المحامون وديال القضاة. اذا هاد الناس هادو خصهم كنت بالضبط جميع المهن المرتبطه يتقنوا اللغه ديال الامازيغيه، لان ما يمكنش يخرجوا وثائق وهما ما تقنينش هاد القضيه. اذا يجب ملائمه القوانين، يجب تكوين الناس اللي غيخدموا في 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 مختلف المرافق العموميه، ويجب على الدوله ان تضمن تمويل ديال هاد الشيء هذا. غادي نرجع للتعليم، مادام تكلمتوا على التعليم. اذا في التعليم كاين واحد الغلاف زمني اللي كيضمن التعميم ديال الامازيغيه في مجال التعليم، كيهضر على 5 سنين بالنسبه للابتدائي والاساسي، 10 سنين بالنسبه للثانوي، وكيهضر على 15 عام بالنسبه للتعليم العالي والبحث العلمي. اليوم كاين 3 ديال الجامعات في المغرب اللي هما عندهم الماستر والاجازه في الامازيغيه، ومنهم الجامعه ديال وجده والجامعه ديال فاس والجامعه ديال اكادير. اذا بداوا الناس كيتكونوا. انا بغيت ناكد على انه حنا كنعيشوا في دوله ديال المؤسسات، الدوله هي الضامنه ديال تنزيل هذه الوثيقه هذه. ما يمكنش المصادقه على واحد الوثيقه واحد القانون تنظيمي اللي غادي ياثر عمليات تفعيل الطبع الرسمي للامازيغيه وما يضمنش التنزيل ديالها. اذا خاصنا تكون عندنا الثقه. دابا هو القانون التنظيمي خصو يكون هو اللي خصو يكون. اذا الوثيقه قبيله هضرتي على النقود او العمله، على العمله النقديه، وعلى انه ما دارتش فيها تيفيناغ، لانه كان رفض، لم يكن رفض، ولكن القانون التنظيمي ديال الامازيغيه هو اللي غادي ينظم وغادي ياثر هذه المهمه هذه. اذا ما يمكن ليناش نستبقوا واحد الحاجه، والحال ان القانون التنظيمي مازال ما خرج. استبقنا التعليم، استبقنا الاعلام، استبقنا التعليم. وهنا بالمناسبه استباق ديال التعليم، انا اوجه الشكر الخالص للمعهد الملكي للثقافه الامازيغيه اللي قامت بواحد المجهود جبار في مجال الامازيغيه، واللي قامت بترصيد مجموعه ديال المكتسبات لا اللغويه ولا الثقافيه. اذا واللي كان هناك استياء بطرف المعهد، لان هذا المعهد الملكي تم تدويبه في المجلس الوطني للغات والثقافه المغربيه، وكان هناك استياء من طرف الاخوان ديالنا. هذا هو المحور الاخير ديال الحلقه بعد ما نشوفوا يعني شنو العراقيل او العوائق المثبطات اللي يمكن توقف
أمام تنزيل أو أجراء سالمة لهذا القانون؟ نعم، قبل ما ندوز العوائق اللي يمكن لها توقف أمام الأجراء ديال هذا القانون هذا، غير كنذكر لأن التاريخ كيسجل، ما ننساوش المسألة هذه، أن حكومة عباس الفاسي هي التي أدخلت الأمازيغية إلى المدارس، وتم تعميمها في جميع المدارس المغربية وبحرف تيفيناخ. لكن مع كامل الأسف جاءت الحكومة ديال السي إلى بن كيران والحكومة ديال السي العثماني وعرف هذا المشروع تقهقرا كبيرا وكبيرا وكبيرا جدا. إذا هذا فقط بالنسبة للتاريخ. لتفعيل هذا الطابع كذلك يجب التفكير بجدية في إعداد برامج جهوية ومحلية إلى جانب البرامج العامة. نعم. ضروري إذن أن تكون هناك برامج جهوية محلية التي تعطي أهمية للموروث الثقافي المحلي والجهوي لكي يدخل إلى 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 المدارس. أنا أشتغل بالمدرسة العليا للأساتذة كأستاذ ديال التكوين، أقول لكم بأنه في جميع المدارس العليا للأساتذة لا تدرس الآل أمازيغية، ولا نهيئ أساتذة للذين سيدرسون الأمازيغية. إذن كيف سنعمم إذن هذا المشروع غدا؟ نحن مطالبين بتنزيله، وبالتالي إذن ونحن إذن وهناك نقص كبير في مجال ديال الأساتذة. إذن أخشى أن يكون فقط الكلام كلاما عاما، كلاما منمقا، وهو جميل وجميل جدا، ولكن سنصطدم بالتفعيل، لأن سنجد أمامنا مجموعة من العراقيل، مجموعة من الصعوبات تتعلق بالأساس بالموارد البشرية. أين هي هذه الموارد البشرية؟ في المحاكم والمكونة تكوينا جيدا. أين هي في المستشفيات كذلك؟ أين هي في الجماعات؟ أين هي في الإدارات؟ وماذا يتطلب ذلك من تهيئ من عمل والمدد السنوية الضرورية لذلك؟ وكذلك التكلفة المالية، وأقول التكلفة المالية كذلك لهذه المسائل. النيات حسنة ولكن الواقع عنيد، ولكن أقول بأن حزب الاستقلال سينخرط في هذا المشروع بكل مسؤولية وسيعمل بجد من أجل تنزيله وتفعيله إذا أعطيت له الإمكانات لذلك. نعم، إذا هذا يقودنا للجزء الأخير فيما تبقى من عمر البرنامج، لنتحدث عن مشروع القانون التنظيمي الثاني والقانون التنظيمي الثاني الذي صدق عليه في مجلس النواب يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، اللي هو أريد له أن يكون إسناد مهمة اقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية والسهر على انسجامها، لا سيما فيما يتعلق بحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية. إذن شنو الارتباط بين ما تحدثنا عليه ديال القانون الأمازيغية والمجلس الوطني؟ قبل في بعض التواني قبل ما نجاوكم بغيت نرجع للمسألة ديال الإمكانيات. نعم. أن هي مربط الفرس، الإمكانيات والوسائل. فريق التجمع الدستوري كنا درنا تعديل ديال إحداث حساب خصوصي لتفعيل طبع رسمي للأمازيغية، والغاية ديالنا هو تحقيق هذه العدالة اللغوية والعدالة الثقافية اللي هي مرجوة. دافعنا عليه، قلنا بأن العدالة المجالية في المغرب دابا حدثنا لها صندوق التنمية القروية، العدالة الاجتماعية حدثنا لها صندوق التماسك الاجتماعي، العدالة اللغوية كان ممكن والثقافية كان ممكن ومطلوب وباقي مطلوب. دابا في المستشار ولا في قوانين المالية يتحدث حساب خصوصي ذي طابع أفقي اللي من خلاله خاصنا نمولوا ونوفروا هذه الإمكانيات اللي تنقولوا هي اللي غادي تكون الفيصل لتنفيذ افقيا هذه سياسه عموميه. دابا هذه سياسه عموميه باش تنفذ في التعليم في القضاء في كل، ظنيت بان هذه الاليه ديال الحساب خصوصي للاسف لم يتم القبول بهذا التعديل هذا. الى ما داش مجلس المستشارين غنعاود نقدموه كما قدمناه في 2018 في قانون الماليه، هو اللي غادي يكون الضمانه. بالنسبه للمجلس الوطني للغات والثقافه المغربيه،
هو رديف، هما قانونين تنظيميين ما كان يستقيم انهم الا يتصادقوا في نهار واحد ويدوزوا في نهار واحد ويتناقشوا في نهار واحد، ان كلاهما يكمل الاخر وكلاهما لا يمكن ان، خاصه القانون التنظيمي للتفعيل الطبع الرسمي، اننا نشتغلوا به بدون ما يكون عندنا هذه الاليه الحكماتيه. انا ظنيت بان هذا مستوى ديال الحكامه ديال التدبير، هذا التعدد اللغوي والثقافي، التعدد اللغوي والتنوع الثقافي ديال تدبير ديال حكامه تنزيل هذه المقتضيات اللي كلها عندها طابع اجرائي واللي كلها كتوخى نحققوا هذه العداله اللغويه والثقافيه. المجلس الوطني للغات والثقافه المغربيه مؤسسه مستقله لتدبير هذا الشان هذا كما جاء في التعريف به في القانون التنظيمي، ولكن منتظر منه يلعب ادوار ديال الضبط في كل ما يتعلق، تطالوش تكلمنا على التقييم، ماشي غير التقييم، في اطار التوجيه، في اطار الاحاله، في اطار ابداء الراي، واحد العدد ديال المهام اللي منتظر منه وجوستومون باش ندبروا هذا التعدد اللغوي والثقافي، وفي مساحه التماس ماشي غير ديالها جوج ديال اللغات الرسميه، ماشي غير جوج اللغات الرسميه اللي ديالنا ديال المغرب، حتى في مساحه التماس معها بينها وبين الدارجه، بينها وبين الثانيه، بينها وبين التعبيرات الاخرى، وبينها كذلك وبين هذا كذلك كان من اللغات الاجنبيه. ما تسالتوش علاش حتى هذا كان تعطل شويه في علاقته مع اللغات الاجنبيه، ان في التقدير ديالنا كاين واحد المساحه ديال التماس بين اللغات الرسميه، بين الدارجه ديالنا، بين جميع التعبيرات ديالنا مع اللغات الاجنبيه، واللي في اطار المقتضيات الدستوريه ديال الانفتاح وديال التعدد هما امر واقع. اللغات الاجنبيه في بلادنا كلها الاكثر تداولا في العالم كلها، وكان ضروري ان هذه المؤسسه بالهيئات اللي فيها حاليا، تأسف أيما تأسف أن المقتضى ديال الضم اللي جا به الدستور وتم الترجمة دياله في القانون التنظيمي بالنفس ديال التدويب ديال خاصة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وحتى الأكاديمية ديال اللغة العربية، الأكاديمية مازال ما كانش تفعلت في أرض الواقع، ما عندهاش شي ترصيد، ولكن المعهد بالخصوص عنده تقريبا عشرية ونصف 15 سنة ديال الوجود ديال الترصيد. حاليا هاد خمسة الهيئات ننتظر انها تلعب الادوار المنوطه بها والمنتظر منها باش تلعب هاد الادوار ديال الضبط ديال الحكامه، والغايه الساميه هي هاد العداله اللغويه والثقافيه اللي خاص. نعم سي زهيد، يعني رايكم في المجلس الوطني، التركيبه ديالو، المهام ديالو، الصلاحيات؟ قبل هيك اشاره بسيطه فقط، نخاف انه هاد البحث او اغراقنا في مفهوم بان هذا قانون مهم وبالتالي استرجعوا الوقت، غندخلوا بان هذا القانون مهم خصو موارد بشري وبالتالي خصنا نستناو الى غير ذلك، لان نعطلوا اكثر. وكاين امورات اللي ما مفهوماش صراحه سي عبد الرحمن، مثلا الاستاذه ليلى كتهضر على المسالك في الجامعات، مسالك في الجامعات في المغرب خرجوا مجازين في اللغه الامازيغيه والثقافه الامازيغيه، خرجوا الان ناس كيتجهوا بان يدوا دكاتره ويديروا ماستر الى غير ذلك. معناها هذا القانون اللي غنستناو هنا 15 عام اش غيدير؟ غنستناو 15 عام باش نخرجوا مجازين، باش نخرجوا ماستر، باش نخرجوا. هذا الشيء كاين واقع الحال الان متداول، وبالتالي ما محل هذا 15 سنه من الاعراب كما يقال. اذا كاين دائما هذه الامور خصنا نهتموا لهم. نقطه مرتبطه بالمجلس الوطني للغه، طبعا انا زعما رايي طبعا في هذا الموضوع هو انه قانون ما ثارش الضجه اللي ثارها القانون المرتبط بتفعيل الطبع الرسمي الامازيغيه. علاش؟ لان كانت فيه احترام لبعض الضوابط، منها المقاربه التشاركيه بعدا بالاساس، لانه انشات ليه لجنه ملكيه كيراسها شخص محدد معه ناس مختصين، انشاوا موقع الكتروني ينشروا فيه جميع الوثائق. دابا الان اللي كيقولوا القانون التنظيمي تفعيل الطبع الرسمي اللي فيه المراقبه التشاركيه، ما شفنا حتى شي وثيقه اللي منشوره كتهضر فيه على شي مقترح ديال شي عباد الله. العكس، شفنا بيانات كلهم كيقولوا ضد، ولكن العكس، هذا القانون هذا كانت فيه مبادره ديال انه تنشا موقع نشرت فيه جميع المدخلات، جميع الاطياف السياسيه، المجتمع المدني الى غير ذلك، وبالتالي كانت فيه امكانيات، كانت فيه شروط ديال اهتم. نقطه ايجابيه فيه ايضا هو، وانا طبعا كنشتغل على هذا الموضوع ديال التنوع الثقافي واللغوي المجتمعي، انه اصبحت لنا مؤسسه واحده تؤثر السياسه اللغويه في المغرب. بعد كنا كنعيشوا نوع
من الشتات وكثرة المؤسسات الغربية، بالتالي لدينا مؤسسة واحدة. وأكثر من ذلك إذا كتذكروا كان هناك تقرير لخبيرة دولية، خبيرة دولية بدعوة من المغرب لحسن الحظ أن قدمت تقرير كتشتكي بأن غياب المغرب لسياسة لغوية، وبالتالي هذا إجراء مهم جدا. أكثر من ذلك أنه فيه انفتاح على اللغة الأجنبية، فيه اهتمام بالتراث، فيه اهتمام بالعربية، فيه اهتمام بالأمازيغية إلى غير ذلك. ولكن مؤاخذة فيه بأنه ليس بالشكل أنه يدوب فيه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كان مكسب مهم، حقق نتائج مهمة في مجال اللغة في جمال، وكمان كان مرجع في هذا الجانب ديال تفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية، وإن كان سابق على القانون. مسألة أخرى هو الميزانيات ما بين أكاديمية اللغة العربية اللي ميزانيتها ما زال ما واضحاش، بابغ المركز ديال التعريب اللي وميزانية ديال المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية اللي واضحة إلى غير ذلك. من حيث البناية، ربما البناية الجميلة ديال المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يمكن فيها غير تجمع إلى غير ذلك. بمعنى أنه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية خص من الأمور أننا نفكروا نحافظوا عليه، وكيبقى كمؤسسة قائمة للمهام اللي دارها على مسار طويل من 2001. نعم. حتى الحدود الآن. السيدة ليلى، ربما في نفس السياق يعني خصوصا المسألة اللي ذكرتيها حول يعني مكتسبات المعهد الثقافة الأمازيغية، الآن يتحدث عن تدويب مؤسسات سابقة أو خلق مؤسسات، لكن الإطار العام سيكون هو المجلس الوطني. إذن قبل الإجابة، المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، هذا المجلس هذا في التركيبة ديالو فيه مجموعة ديال الهيئات، من بينها الهيئة ديال لا أو فيه مجموعة ديال المؤسسات اللي كانت قائمة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والمؤسسة ديال محمد السادس للغة العربية، بالإضافة إلى لكرياسيون ديال هيئة جديدة اللي هي الهيئة الحسانية، ومختلف تعبيرات اللغات الأجنبية، والهيئة ديال اللغات الأجنبية، وهيئة حفظ التراث. إذن هاد الهيئات غادي تكريو من جديد. إذن بالنسبة لما ذكرتم أنه هاد المشروع قانون ما عرفش أن بلوكاج، أنا أقول أن هاد المشروع قانون عرف مشكل كبير فيما يخص الهيئة ديال اللغات الأجنبية، اللي كان عليه واحد زعما الرفض والتحفظ كبير، لان كان مجموعه ديال او كانت واحد الفريق نيابي او مجموعه ديال الفريق النيابي اللي ما بغاوش هذا المجلس هذا يضم واحد المؤسسه او واحد الهيئه اللي تكلف باللغات الاجنبيه، وبغاوها تبقى غير مؤسسه او هيئه للترجمه فقط، ونحن ناضلنا لتكون هيئه خاصه مكلفه باللغات الأجنبية، نظرا لما قاله السيد نائب من قبل. إذن هاد الهيئة الدستورية أو المجلس الوطني غادي يخدم بتنسيق مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين لإعداد واقتراح السياسة اللغوية اللي غادي تكون هي السياسة أو هي الاستراتيجية العامة اللي غادي تخدم بها الدولة ديالنا فيما يخص اللغات. إذن تدويب المجلس أو تدويب المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بين قوسين تدويب، ولكن المعهد غادي تكون مؤسسة قائمة عندها إدارة، عندها العنصر البشري أو الموارد البشرية اللي خدامين فيها. إذن المؤسسة غادي تبقى. ربما نتحدث عن إدماج أكثر من تدويب. إدماج أو تبقى كتخدم بتنسيق أكثر مع باقي الهيئات والمؤسسات تحت إشراف رئيس المجلس الوطني. إذن غادي تكون بحال البرلمان وبحال رئيس مجلس النواب وبحال دوك اللجان اللي كيشتغلوا، كل مؤسسة كتوجد السياسة اللغوية ديالها وكتعرضها للمصادقة وكتعرضها على رئيس المجلس وعلى الجمع العامة اللي غادي يتخذوا ديك ساعات القرار المناسب
بتنسيق مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين. إذن نحن نثمن خروج هاد القانون التنظيمي، لان اولا من جهه عنده حمايه، غتكون عنده غيكون واحد الاطار مرجعي وقوه اقتراحيه فيما يخص السياسه اللغويه، وكذلك اللي ما هضرناش عليه غتكون عنده مهمه جد مهمه، وهي حمايه وتنميه اللغات، اللغه العربيه واللغه الامازيغيه والحسانيه وكذلك اللغات الاجنبيه وباقي التعبيرات اللسانيه. إذن في نفس السياق، يعني أهمية هذا القانون المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وعلاقته بما تحدثنا عليه في السابق بالأمازيغية. نعم، بالنسبة للمجلس الوطني للغات والثقافة الأمازيغية، أعتقد بأن المغربية الثقافة المغربية نعم، أعتقد بأنه أساسي وضروري، وبالتالي كذلك نحن في حزب الاستقلال نتمن هذه البادرة، لأن ذلك الصراع الذي كان بين مجموعة من المؤسسات، فهذه المؤسسات كلها ستجتمع في مؤسسة كبيرة واحدة، وبالتالي سيتم التنسيق فيما بينها. وحينما نقول سيكون هناك التنسيق فيما بينها، أي أنه لن يكون هناك تضاد في النتائج التي ستصل إليها وستعمل على تجويد اختصاصاتها، وهذا هو الهدف الأساسي والرؤية مشتركة. نعم، أن تكون هناك رؤية مشتركة، نحن في حاجة إلى هذه الرؤية المشتركة في جميع المجالات وفي جميع القضايا، وهي التي كانت غائبة إلى حد الآن. إذن المصادقة على قانون المجلس الوطني للغات والثقافة الأمازيغية هو كذلك فرصة لترسيم اللغة الأمازيغية وتطوير اللغة العربية. وأعتقد بأن المؤسسات الأخرى ربما ستشتغل بطريقة أخرى، وليس هناك تدويب بالنسبة لهذه المؤسسات، سواء مثلا بالنسبة للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فأعتقد بأنه قام بعمل كبير ويقوم بعمل كبير، وبالتالي سيتم الآن استثمار النتائج المهمة والأبحاث المهمة التي أنجزها هذا المعهد، وهي توجد فقط الآن على الرفوف. إخراج أكاديمية اللغة العربية كذلك هو مسألة أساسية، لأنها ستشتغل على اللغة العربية داخل هذه المؤسسة، وبالتالي بصفة عامة فإن هذه المؤسسة الجديدة أي المجلس الوطني سيقدم الدعم التقني لمختلف المؤسسات والهيئات والسلطات العمومية التي ستقوم بتنفيذ أحكام قانون ترسيم اللغة الأمازيغية، بل جميع اللغات الأخرى التي ستشتغل داخل الفضاء المغربي. نعم، ربما كخلاصة في حدود دقيقة ودقيقة ونصف لكل واحد، وخصوصا نركز على هذا الطابع، احنا تحدثنا على واحد المجموعة وهو مبدأ يعني التنوع والغنى في التنوع والتوحد يعني في الاختلاف الهوية المغربية. أعتقد بصدق أن الموضوع الأمازيغية بهذه الآليات بهذا الزخم المؤسساتي التشريعي وفرصة أمام المغرب، وفرصة سانحة وموعد لا يجب أن نخطئه. هذا رد الاعتبار حتى بالمنطق ديال تمييز إيجابي أنا تنتصوره في السنوات المقبلة، هنا كاين المجالات اللي فيهم شوية ديال تأخر، خاص شوية ديال تمييز إيجابي لاستدراك الزمن ده. إذن هذا الموعد ما خصناش نخطئه. الأمازيغية هي ضمان اللحمة بالنسبة للوطن، هي ضمان التماسك الوطني، التماسك الاجتماعي، هي الأمازيغية بالمنطق بالغاية وبالتطلع ديالتها مغربية الحقة، هي اللي غادة تخلي هذا الوطن يحافظ على المكانة دياله وتخلي المغرب لا اقتصاديا، ولم أخطئ العبارة كنقول اقتصاديا، جيوسياسيا يكون في المكانة دياله يلعب الرياضة اللي ديما يلعبها ويقوم ويلعب الأدوار ديال الرياضة اللي ديما يلعبهم. اليوم العيش المشترك هو الغاية اللي غادا تخلينا نربحوا المعركة ديال الديمقراطية، وبالتالي نربحوا المعركة ديال التنمية اللي هي
المعركة وهي الهدف اللي تنصبوا ليه جميعا. نعم سي زاهد خلاصة ديالك. كيتقال واحد المثل الذي لا يشبه ذاته بحال حرام زعما. نحن الدستور المغربي هو مرآة، دستور 2011 مرآة عكست المجتمع المغربي بمختلف مكوناته. القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية هو قانون طبعا مهم لفائدة الأمازيغية، كانت فيه حسابات سياسية ضيقة جدا، بالتالي خسرنا أكثر من 8 سنوات ولا 9 سنوات بدون أن نتفاعل مع هذا الموضوع. ربما امتد نوع من اليأس ونوع من لدى المستهلك أو لدى المهتم بإيه، ولكن رغم ذلك كما يقال نتفاءل الخير دائما بأنه نتمنى لا نكون ضحية سنوات أخرى من قبيل ان ما كاينش موارد بشريه، ما كاينش امكانيات ماديه، ما كاينش تكوين، ما كاينش مكونين الى غير ذلك. هذه المفاهيم يجب ان نبقى لها، يجب ان نقول ان نتفاعل معها، ويجب ان تكون لدينا هذه الطاقه الايجابيه في التفاعل مع موضوع الامازيغي وفي ومع القانون التنظيمي المهتم بالمرتبط بالمجلس الوطني للغه والثقافه المغربيه، لانه هو ايضا لا يقتصر فقط على الأمازيغية بل أنه منفتح على الأمازيغية، على العربية، على الحسانية، على البعد الإفريقي، على البعد المتوسطي، على البعد الأندلسي إلى غير ذلك. وبالتالي هذا الاهتمام يجعل منا أن نكون أمام إحساس قوي جدا هو التمغربيت الذي هو نفتخر به جميعا، ونحس بأننا لا نختلف ولكن نشترك في الوطن ونشترك في هذه التربة الجميلة اللي هي ماء المغرب. سمادي أعتقد بأننا أمام مشروع مهم، وهو مشروع مجتمعي في الحقيقة، ويتماشى مع الرؤية العامة لبلادنا ومع المشروع المجتمعي الحديث الذي نطمح إليه مستقبلا. إذن فهو جزء من هذه الرؤية المستقبلية، وبالتالي لا يجب أن نعتبر بأن هذا المشروع هو مشروع حزب معين أو فئة معينة، بل هو في البداية وفي الأخير هو مشروع ملكي، وبالتالي فيجب على الجميع إذن أن ينخرط في تفعيله. لا يجب أن نسقط في الهويات القصرية، في الهويات كذلك التي يمكن اختزالها في بعض الأمور، ولكن أن ننتقل إلى تلك الهوية المنفتحة على أولا على المكونات الثقافية المغربية، بل كذلك منفتحة على الثقافة الخارجية. هذه في مصلحتي، من مصلحة بلادنا، ويجب على الجميع أن يعمل ما في وسعه لكي يفعل ولكي يقوم بتنزيل حسب الإمكانات المتواجدة وحسب موقعه هذا القانون في الواقع. صحيح أننا ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار ذلك أن أمامنا الاستحقاقات المقبلة، وأعتقد بأن الحكومة الحالية ستبقى منشغلة بالاستحقاقات وبالانتخابات وبالمقاعد، ناسية أو متناسية هذا المشروع، وأعتقد بأن هذا المشروع هو الأساس بالنسبة لمن يريد الخير لبلادنا مستقبلا. إذن الكلمة الأخيرة لك سيدة ليلى. إذن خروج القوانين التنظيمية للأمازيغية هي فرصة للمصالحة مع الذات، هي كذلك فرصة لتدبير التنوع ببلادنا، هي فرصة كذلك لجبر الضرر بشجاعة ووعي ومسؤولية، هي فرصة لإنصاف الأمازيغية كمكون ثقافي وكجزء لا يتجزأ من ثقافتنا وهويتنا. القوانين الأمازيغية ليست مجرد قواعد وجب تطبيقها، ولكن نحن نؤسس لمرحلة جديدة، مرحلة ثمغربشت، لنعتبرها المحرك الأساسي لتأطير خلفياتنا ومرجعيتنا، وهو الخيط الناظم لتدبير اختلافنا. شكرا. إذن شكرا لكم على المشاركة في مناقشة هذا الموضوع العام. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على وفائكم لهذا الموعد، نلتقي في الحلقة القادمة بحول الله. إلى اللقاء.